كما كان لاعبا ومدربا لأكثر من 25 بطولة للجنرال محمد إبراهيم. ولا إلى فهد العنزي، الحد من خطورة وانطلاقات فهد، كرة اللعب محاولة ولكن بين أحضان الحارس، بين أحضان الحارس أحمد البضري، بعيدا عن المحسوبية، بعيدا عن الواسطة، والأهم في تامين واو لابد أن ينسى في عالم كرة القدم الكويتية. هنا محاولة، هنا ترقب الآن، يا الله يا الله على صالح الشيخ. اليوم الوطني 43 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يا الله يا الله على هذه. وحسن بالنادي، نادي النصر، كرة اللعب بدر إلى دانييل، عملية أيضا هنا المتابعة، كرة اللعب إلى طلال العامر، هنا بدر الآن ومحاولة ولكن فهد عوض في الوسط، كرة اللعب محاولة باتجاه خالد القحطاني ولكنها مبعدة، تتخلص إلى فهد العنزي وسط الملعب، هنا محاولة الآن ولكن راية وصافرة وتسلل. سلطان إلى طلال العامر في منتصف الملعب، لازال القادسي يحاول، هنا المتابعة ولكن إلى حارس المرمى مصعب الكندي. انطلاق عبد الله البريتشي، محاولة في الطرف الأيمن إلى فهد العنزي باتجاه فهد عرضية إلى الأمام، وفي خطأ على شادي الهمامي. كرة تلعب طلال العامر وسط الملعب من طلال محاولة إلى عامر يترقب، عامر يمر إلى بدر المطوع، عرضية إلى العمق الآن، محاولة ولكن تسديدة ولكنها مبعدة إلى فهد الأنصاري. يا سلام على القادسية، يا سلام على الملك القدساوي. كرة تلعب فهد عوض في الجهة اليسرى إلى وليد علي، وليد يتقدم، محاولة إلى الأمام والمتابعة من فهد عوض مقطوعة من فهد الأنصاري، كرة اللعب إلى عبد الهادي ولكن تسديدة بجانب القائم الأيمن لصالحي. هنا محاولة باتجاهه في الجهة اليسرى إلى بدران، بدر المطوع الآن، مرت وبرافو على مصعب، ويا سلام على دانييل. إيجابي في هذا اللقاء، يعمل كل الأمور الإيجابية ولكن النهاية السعيدة لم تأتي لصالح القادسية، النهاية بيد عبد الهادي خميس. هل ستكون؟ هذا ما سوف نتابعه مشاهدينا متابعينا الكرام. انتهى شوط المباراة الأول. شكرا جزيلا لعبد الله الانصاري ولضيوف الكرام في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا متابعينا الكرام اينما كنتم. ايضا الملك القدساوي في مواجهه العميد، هنا محاوله باتجاه الطرف الايمن الى عامر يتقدم، برافو على فهد هذه الثقه الكبيره. فهد الى شادي محاوله الى الامام إلى فهد العنزي باتجاه الطرف الأيمن فهد يتقدم مع خالد، فهد يتقدم، محاولة المرور من فهد يترقب وفي خطأ مرور جميل من فهد العنزي لمطالبة، ويعني خطأ لصالح الكرة. المتابعة والمبعدة من فهد عوض مدافع نادي الكويت، كرة اللعب إلى عبد الهادي وليد في الجهة اليسرى، هنا عبد الهادي محاولة إلى الأمام، ضاعت الفرصة على شادي باستوس. عبد الله البريتشي إلى عبد الهادي، لاعب سريع عبد الهادي مع سيلفا، عبد الهادي خميس الآن، محاولة من عبد الهادي، تريث انتظار لعبد الهادي، محاولة من عبد الهادي إلى الأمام، مرت على مرة والاستبسال والاستخلاص من أحمد. نحن أبناء اليوم، نحن أيضا يعني نتابع نراقب، هل ستكون للمدرب الجديد ربما نبيل معلول في اختيارات جديدة؟ هنا عبد الهادي الآن، يا الله يا الله
سلام على المباريات، يا سلام على الأهداف الجميلة، يا سلام على عبد الهادي. خميس يأتي بليلة الخميس، ليلة خميس لعبد الهادي، يسجل أجمل الأهداف، أغلى الأهداف حتى هذه اللحظات. ونحن نسير مشاهدينا الكرام في الدقيقة 17 من شوط المباراة الثاني. عبد الهادي يعقد من أمور نادي القادسية، عبد الهادي يباغت أحمد الفضلي، عبد الهادي يضع العميد الكويتاوي في المقدمة. لاحظ شادي يتقدم بتمريرة جميلة لعبد الهادي الذي لطالما شهدناه، تابعناه، راقبناه لهذا اللاعب عبد الهادي خميس. أخذ زمام المبادرة القادسية الآن إلى سلطان، سلطان يتقدم، سلطان إلى طلال العامر، إلى فهدي الأنصاري، فهدي الآن. الله على حلاوة هذه المباراة. بدر المطوع تحرك صح بدر الآن. يا الله يا إلهي على هذا اللقاء. بدر المطوع على تنفيذ الخطأ الآن لصالح القادسية، ولكنها مبعدة تتخلص، تبقى لصالح الضربة الركنية لصالح القادسية. محمد إبراهيم وسيلفا كرة اللعب، لاحظوا الارتباك الواضح لدفاع نادي القادسية. هنا محاولة، ضاع الهدف الثاني على نادي الكويت من عبد الهادي. ضغط لنادي القادسية، كرة اللعب إلى ضاري، ضاري محاولة إلى الأمام، إلى دانييل، إلى عبد العزيز الآن. كاد أن يصطاد الزاوية المشعان، لولا يقظة اللاعب مصعب الكندري، ضيق الخطوط على لاعب نادي القادسية. كرة اللعب، محاولة من شادي الهمامي الآن. تسديدة قوية من التونسي شادي الهمامي، كما نتابع هنا التنفيذ الآن. الكرة المبعدة، خالد القحطاني إلى فهد العنزي، باتجاه فهد الآن. مرت بجانب القائم الأيمن من الكويتاوي. الملكي متأخر بهدف، كرة اللعب إلى محاولة البريتشي إلى عبد الهادي، محاولة ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. باتجاه وسط الملعب إلى فهد العنزي، فهد العنزي إلى شادي، فهد العنزي يتقدم، محاولة من شادي، ولكن حارس المرمى أحمد الفضلي. إبراهيم إلى بدر المطوع، بدر الآن هنا إلى دانييل، ولكن إلى الحارس مصعب الكندري. بني خالد القحطاني ظهير أيمن، ظهير أيسر، ثم يعني متابعة هنا دانييل الآن، والمتابعة من مصعب الكندري، بين أحضان الحارس مصعب الكندري من دانييل. عكسية لشادي، شادي إلى باستوس البرازيلي، باستوس البرازيلي. كرة اللعب لامتلاك والاحتفاظ لبعض الدقائق. فهد العنزي، كرة اللعب فهد العنزي، انطلاقة سريعة في الطرف الأيمن، فهد العنزي يمر ولكن يكسب خطأ فهد العنزي، صاحب مهارات عالية، صاحب سرعة عالية. لاحظ تقدم بشكل مميز من أمام المدافع سيلفا. كرة اللعب إلى سيلفا، محاولة الدقائق الأخيرة، هنا المتابعة، يا سلام هنا المتابعة، ولكنها مبعدة تتخلص من دفاع نادي الكويت المستميت لكل الأحداث لكل الأمور. هنا يعلن الحكم القطري عبد الله ايضا البلوشي عن نهايه الشوط الثاني، والمباراه بفوز نادي الكويت على نادي القادسيه في الدور النصف النهائي من هذه البطوله، من بطوله كاس سمو ولي العهد لهذا العام. اذا الكويت سوف يقابل الفائز ما بين العربي والجهره في المباراه النهائيه. سعدت كثيرا بلقائكم مشاهدينا الكرام، مبروك لجماهير العميد ولاداره نادي العميد، هارد لك لنادي الملك القدساوي ولجماهير الحاضره في هذه الارضيه وفي هذه الملعب.